لنا راك مرقنا من بغينا بعض عملية التسريح راك وننتظروا التقرير الأول للوكيل الجمهورية وقطعا على جسم الضحية فم خير بحال الجبل خير شر كبيرة نحن معكم إصابات ظاهرة على جسم الضحية كان هي سبب وفاة والله ما الطبيب تقرير الطبيب الأولي هو اللي يحددها غير قطعا العلاقة السببية بين التوقيف والعلاقة السببية بين التوقيف ووفاة الضحية رواية واضحة ثانيا عن قطعا نتعرض للتعذيب اثناء توقيفه ومزنا تحرك كما قلت لك التقرير اللي وقف عليه وقف عليه ما فات الطبيب اللي عدى التقرير حالا الطبيب اللي عدى التقرير حالا يوفي استنتاجاته.